دي ثلاثة على عارف يا باشمهندسين قلنا هو الاستاتيك انسرج دروب بيحصل في الروتور خلاص على الاستاتيك انسرج دروب بيحصل في السكتش كلها قلنا يا باشمهندسين تعريفي الازاي بتاعه خلاص برضه يجي تحت جدا خلاص قال دي جيب رياكشن تعريفه ايه هو عباره عن الاستاتيك انسرج دروب اللي بيحصل في الروتور خلاص يبقى اتش 2 نوع اتش 3 على الاستاتيك انسرج دروب اللي بيحصل في السكتش كلها اللي هو اتش 1 نوع اتش 3 اقدر افك الكلام ده في المقدار جي اقدر كل اتش سي بي في تي خلاص يبقى دي اتنين ناقص تي تلاته على تي واحد ناقص تي تلاته ايه اللي عندك وايه مش عندك؟ تي اتنين جبتها في المطلوب لو انا بحسب الباك نمبر خلاص تي تلاته جبتها في المطلوب الاخير دوت اهي عايز اجيب بقى تي واحد اخر حاجه خالص اجيبها منين؟ تي واحد تساوي تي نود واحد ناقص سي واحد سكوير على التي سي بي طيب تي نود واحد عندي ايه؟ 1123 كيلو السي بي قلنا لما اجي احطها هنا احطها بالجول 1148 حتى نود هو خلاص سي واحد سكوير جايبها منين؟ ايه في نفس الوقت ايه السي اكس خلاص جبت التكليف رياكشن برضو يطلع مسألة خمسة شمسين مسألة ثلاثة شمسين هي تعويض قانون واحد سو بعده خدتوا معادل سودربيرج في المحاضرة؟ معادل سودربيرج لسه يا اصحاب مسألة رقم ثلاثة خلاص هو قانون واحد كده بقول لك احسب لي في قانون ثاني دكتور هيثبته لك في المحاضرة اثبات طويل كده خلاص مش لازم يعني اثبات قوي يعني خلاص المهم يقول لك ان حاجة اسمها الكوتات التوتال تحسب ثلاثة هي اسمها قانون سودربيرج خلاص التوتال يديك معادلة كبيرة كده خلاص هتحفظها هو في مسألة رقم ثلاثة بيقول لك كده بيقول لك احسب لي بقى التوتال توتال افشنسي في مسألة رقم اثنين باستخدام سودربيرج ايكويشن بس خلاص يعني ممكن يجي في مسألة يقول لك زود لي احسب لي مرة ثانية التوتال افشنسي دي كانت مسألة رقم ثلاثة على تحسب التوتال افشنسي في مسألة رقم اثنين باستخدام معادلة سودربيرج تكتب معادلة تعود ماشي في القوانين خلاص برضه بتعمل معادلة لا كبيرة قوي كده بتاخدوها مش حافظها يعني بس خلاص؟ اه لا 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 خلاص لا 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 خلاص بس هنا شمسين مش قايل لك ان هي سنجل ستيج بس قايل لك ايه؟ قايل لك ان سي اكس يعني كونستانت خلاص وان الابسوليوت فيلوستي انترنج اند ايه اند ليفنج ذا ستيج خلاص ار ان اكسيا دايركشن خلاص هو قايل لك في المساله خلاص ما نسيت الصوت قلنا لو قال لك سنجل ستيج وسكت خلاص يبقى سي واحد هتساوي سي ثلاثة هتساوي سي اكس ما قالكش ان هي سنجل ستيج قال لك في المساله بقى خلاص ان الابسوليوت فيلوستي انترنج وليفنج ذا ستيج ار ان اكسيا دايركشن خلاص يبقى سي واحد بتساوي سي ثلاثة بتساوي سي اكسيا واني الفا واحد هتساوي الفا ثلاثة ايكوال زيرو كنا مثلث السرعات وتي اس جرام زي ما انا راسمهم اهو. هو ما قالكش ان هي سنجل ستيج بس لو قال لك هي الحاله دي كده ما قالكش قال لك بقى حاجه ثانيه ودي دي ما
دي سي واحد بتساوي ثلاثة بتساوي سي اكس. خلاص شمسين؟ قايل لك ايه بقى شمسين بقى؟ اف ذا فلو كوفيشن خلاص ايكوال 0.6. مين الفلو كوفيشن شمسين؟ الفاي. اللي انت عارفها مين على مين؟ سي اكس على يو ايكوال 0.6 خلاص. اند جاس ليفينج ذا نوزل بس اند 68 درجه يبقى ده 150 الفا 2 زي ما الشمس دي مفيش مساله دايما رينج خلاص. بيتا 1 رينج 30 لو تعيد 35 يعني مش خلاص خلاص. بيتا 2 في رينج 60 خلاص. الفا 2 في رينج 70. انا بقول لك كده عشان تبتدي منك وتطلعك سنجل خلاص. شمسين دايما شمسين. شغل الجاز تربي احنا بنشتغل على استديو واحده انا مش هقدر اكمل الجاز صوت ده. بقول لك ايه يا شمسين؟ بقول لك احسب ثلاث حاجات. ايه هما؟ احسب ثلاث حاجات يديك ثلاث معلومتين دول بس فايف والفا دي. طيب دي ثلاث حاجات دي هم يا شمسين. ستيج لودنج فاكتور اللي هو مين؟ ستيج لودنج فاكتور هو ال او ليه اسم تاني في الاوبسايد اللي هو مين؟ الاوبسايد اهو خلاص. والروتو ليه الانجلز اللي هي مين يا شمسين؟ بيتا بيتا 2 بيتا 3 انتجري فراش هات عودة ماشي يا شمسين. طبعا القوانين احنا اديناها لكم الاسبوع اللي فات خلاص. طبعا مش حافظ القوانين مش عارف ايه المسألة. يا باشمهندسين